هاخدك على حاجه مهمه يمكن انا بدات فيها، كانت الكلام في اول الحلقه 10 سنين على 30/6. 10 سنين عدوا وانا اظنهم عدوا بسرعه جدا جدا جدا، لكن بالنسبه لي مش ان هم عدوا بسرعه، اللي ملاحظ جدا انه مصر اتغيرت في العشر سنين دول، تحديدا يمكن في الثمان او تسع سنوات التاليه على 30/6/2013. مصر اتغيرت تغير كامل. كم مدينه اتبنت؟ كم منطقه صناعيه اتبنت؟ كم فدان اتضافوا للرقعه الزراعيه؟ كم جامعه اتبنت؟ كام مدرسة اتبنت؟ كام بني آدم خدوا رسائل ماجستير ودكتوراه ببعثات على نفقة الدولة برة؟ كام منحة خدها طلاب متفوقين في الثانوية العامة في أحلى وأجمل وأعلى جامعات؟ كام ولا كام ولا كام؟ طيب تعال نقارن السياحة ما بين، أو تحديدا السياحة ما قبل 30/6 والسياحة بعد 10 سنين. خلوني اخد معايا على التليفون استاذ عمرو القاضي، رئيس هيئه تنشيط السياحه في جمهوريه مصر العربيه. ازيك يا عمرو بيه؟ اهلا وسهلا، مساء الخير. عامل ايه؟ مساء النور، ازاي الحال؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام وخير الحمد لله. سمحت لنفسي ان انا اتذكر، او ان احنا وكاننا مش هقول نحط المقارنه، لكن لو حطينا جنب بعض كده السياحه بسبب الاخوان واللي عملوه في بلدنا والسياحة الآن، هل ينفع أحطهم في جملة واحدة؟ يعني ينفع نحطهم بالمقارنات طبعا. السياحة أستاذ يوسف، نبص لنفسنا إحنا كمواطنين، مش هنسافر أبدا لبلد غير مستقرة، صح؟ أو مش هنسافر لبلد فيها يعني اضطرابات أو فيها إحساس عام بنظرة معينة سلبية إلى جنسيتك مثلا أو إلى ثقافتك، دينك، ملتك، مذهبك. وبالتالي واضح جدا ومفهومة جدا أن السياحة تأثرت تأثر كبير سلبا بعدم الاستقرار، والحمد لله بالاستقرار وبالتنمية والعمل الجاد تأثرت إيجابا معاك وتعود، وإن شاء الله هيكون لها مردود أكبر من كده بكتير. حلو جدا. فطبيعي طبيعي جدا إنه المقارنة تكون في صالح الاستقرار، طبيعي إن المقارنة تكون في صالح التنمية. السياحة في العالم كله صناعة جميلة ولكنها هشة، لأنها تتأثر إيجابا وسلبا بكل اللي أنا قلت عليه، بالاستقرار، بالأمن، بالأمان، بكل شيء. حلو جدا. أنا هنا وأنا بتكلم عمرو بيه القاضي كرجل في صناعة السياحة ويترأس هيئة تنشيط السياحة، يعني هنا ممكن أسأل، طمني على السياحة في مصر بتاعت مثلا العام المالي 22/23 باعتبار أن احنا في نهاية هذا العام، أطمن إلى أي قدر، إلى أي مدى، افرح لحد فين؟ لا، حضرتك تطمن جدا وتفرح جدا، والعام المالي الحالي ان شاء الله ينتهي في 30/6، يعني بعد 3 أسابيع تقريبا، بزياده كبيره. لما نخلص السنه نعلن ان شاء الله عن نسبه الزياده، ولكنها زياده كبيره مقارنه بالعام المالي السابق. كمان المؤشرات كلها إيجابية الحمد لله، إنه السياحة المصرية على الطريق السليم. ده بيحط علينا مسؤولية أكبر في إن احنا نهتم أكتر، نشتغل أكتر، نحسن من جودة خدماتنا بشكل أكبر، نتوسع في الترويج بشكل أكبر. من أهم ملامح الحركة السياحية الوافدة لمصر في هذا العام، انه من مختلف دول العالم الحقيقة التدفقات السياحية ونسبة الزيادة من كل سوق هي نسب كبيرة، وده معناه ان الحمد لله ان شاء الله يكون عندنا مواسم اكثر نجاحا في المستقبل القريب. طيب انا
معلش عمرو بيه، انا راجل تنافسي، خلقتي كده بصراحه من وانا عيل، يعني شخص تنافسي جدا وعنيد، فبقعد افكر بقول انه عمليا على الارض كده انا اكتر دوله في الاقليم عندها استقرار سياسي، واكتر دوله في الاقليم عندها استقرار امني، بل وحتى في الدول المجاوره ليا اقليميا. ليه عندي دول صديقه ومجاوره و و و ومعدلات السياحه وعدد السياح فيها اكتر؟ لا، هو احنا ما بنبصش للوضع بهذا الامر. عندنا عوامل كتيره بتاثر في الحركه السياحيه لدولتنا ولكل دول العالم. رقم واحد هو حركة الطيران من وإلى المطارات المصرية. اثنين، عدد الغرف السياحية، الغرف الفندقية والإقامة الموجودة في الدولة. وبالتالي لما بنقارن نفسنا بأي سوق آخر بنقارن نفسنا في هذه المعطيات. وأنا قلت لحضرتك إنه المؤشرات بتاعتنا الجيدة بهذا العام بتحط علينا مسؤوليات كبيرة. حلو. علشان نشتغل أكتر. كويس. ده معناه إن إحنا مش واقفين عند هذه الأرقام أيا كانت هي الأرقام دي. أيوه. بالعكس، إحنا عندنا مستهدفاتنا للزيادة السنوية من 25-30%، ونسبة الزيادة دي نسبة مش قليلة، نسبة كبيرة وصعبة التحقق أو التحقيق في كل الأوقات، ولكننا إن شاء الله كدولة مصرية، كحكومة وكقطاع خاص وكل العاملين في المجال السياحي قادرين على أننا إن شاء الله نحقق هذه المستهدفات. طب أنا سؤال كمان، وعايز مش عايز أطول حضرتك، ويمكن في السريع كده بسرعة، عدد الغرف الفندقية اللي عندي تستوعب 25-30 مليون سائح سنوي ولا لا؟ الرحلات بتاعه الطيران داخل وخارج البلاد من كافه الخطوط الجويه اللي بنتعامل معاها في مصر داخله وخارجها تستوعب حجم ال 25-30 مليون سائح ولا لا؟ في الوقت الحالي لا. ولكن نعمل، ده هذه استراتيجيه الوزاره، نعمل على زياده الرحلات الجويه، وقد كان وحصل فعلا. أيوة. في خلال العام الماضي اننا استطعنا التعامل طبعا مع وزاره الطيران المدني وكل شركات الطيران العامله مع مصر اننا نزود حركه الطيران الى مصر بشكل كبير، وكمان زادت الحركه الجويه داخل في الخطوط الجويه الداخليه برضو بشكل كبير، لانه ليها علاقه بالسياحه الدوليه. فعملنا على هذا وننمو ان شاء الله بنفس نسبة النمو اللي احنا بنستهدفها. بالنسبة لزيادة الغرف الفندقية ايضا هناك مجهودات كبيرة في تحسين مناخ الاستثمار الفندقي، وبالتالي اجتذاب المستثمرين في هذا القطاع لزيادة المعروض من الطاقة الفندقية، وكمان هناك العديد من المنشآت الفندقية المعطلة بسبب الكورونا وخلافه. كمان هناك مبادرات من الدولة المصرية لتشجيع المستثمرين لإعادة فتح هذه المنشآت الفندقية، وبالتالي أيضا رقم 25-30 مليون سائح لن يتحقق، وهذا مفهوم لدينا في الخطة، لن يتحقق في عام واحد ولكنه على مدار 5 أعوام قادمة إن شاء الله بإذن الله نكون قادرين على زيادة الحركة الجوية وزيادة المعروض من الغرف الفندقية في هذا التوقيت بإذن الله. أنا بشكرك جدا عمرو بيه، كل الشكر الأستاذ عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة.